مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء. عبد الكريم دالي رحمه الله تبلي نهار اللي قدم هذه الاغنيه لم يكن حتى هو يعلم بانها راح تولي نشيد الاعياد في الجزائر رحمه الله. مستمرون معكم على شاشه الشروق العامه وشاشه الشروق الاخباريه في حفله العيد السعيد، عيد الفطر السعيد، اعاده الله علينا وعليكم ان شاء الله دائما بالخير والامن والاستقرار. بعد عاشور العاشر السهره مستمره بالعديد من المفاجآت لوجوه تحبونها دائما على الشاشة وتحبون حضورها. معي فنانة مطربة قدمت أوراق اعتمادها قبل سنوات في البرنامج الشهير ألحان والشباب حين غنت أغنية رائعة لأم كلثوم أنت عمري، ثم قدمت سلسلة من الأغاني أبرزت قدراتها الطربية في سنوات أخرى. تحدت جميع المتغيرات وقدمت انقلابات في الأغنية الجزائرية، يعني نتذكر جميعا أملنا ترجع وتعود، ونتذكر عندما نحب الجزائر، جزائر يا بلادي بالكفاح والنضال يبنوك الرجال. زكية محمد هي ضيفتي هذا المساء في العيد. زكية محمد عيدك سعيد وكل عام وانت بخير. مرحبا، عيدكم سعيد وكل عام انتم بخير، وان شاء الله ربي يعيد علينا بالخير واليمن والبركه، وان شاء الله عيد سعيد لكل الامه الاسلاميه. قد شكرا لك على هذه المقدمه الرائعه جدا، نتمنى اني نكون نستاهلها يعني، نتمنى. شكرا لك. راح يعرفوا اللي تبع مسار زكيه محمد مع حفظ الالقاب يعرف من هي زكية محمد، وأكيد اليوم راكي حاضرة معنا حتى تقدمين جديدك في العيد. شكرا على الاستضافة وشكرا على هذه الدعوة الجميلة في هذا اليوم المبارك الجميل، اللي من خلالكم راح يكون شملنا إن شاء الله ملموم مع كل الشعب الجزائري وحتى لخارج الجزائر. شكرا على الدعوة. وأيضا أرحب بالدكتورة مساعد أمينة وهي مستشارة مختصة في سبر الآراء والإحصائيات. مساء الخير دكتورة، كل عام بخير أنت وعائلتك، عيد الفطر سعيد. طبعا دكتورة أنت معي هذا المساء باش نحكيو على سبر الآراء المتعلق بالقنوات التلفزيونية في شهر رمضان، لأنه الموسم الأكثر مشاهدة ومتابعة. قبل ما نعود نولي نرجع عندك دكتورة، نتكلم مع زكية محمد. معليش الميكروفون راهو غابني شوية، وانا تاني مانيش نسمع في العرش وانا مرانيش نسمع. عنده مشاكل من المفروض عنده الخدم والحشم. لا بصح ما شاء الله عليك، بصح قاده ما شاء الله عليك، العرش راهو مواتيك يا خويا. هو مش عارف الا نقدر نوض من الكرسي من بعد ولا والله ما على بالي. زكية خفتي لا توالف، خفتي لا توالف. الكرسي دوخ. زكية محمد، الله المحبة، ما هو هذا العمل؟ لماذا فكرتي فيه وكيف ربما تقدمينه للجمهور؟ شوف قد الله محبة، هذا الموضوع هذا النص قاعد يحز في خاطري تقريبا أكثر من 3 سنين، من قبل ما تبدأ هذه المشاكل وهذا الربيع العربي وهذا من أيام الحروب الأهلية، من أيام العشرية السوداء اللي عندنا، من أيام حاجات كثيرة، فلسطين. كنت حابة نلقى هكا طريق نقدم فيها عمل، لأني قدمت أعمال لأطفال الحجارة مع نوبلي ربي يطول في عمره، لكن كنت نحوس على عمل يشمل كل هذه القضايا العربية اللي رانا عايشينها. فالله محبة جات في وقتها، جات بعد ما سجلت الألبوم اللي فيه 3 أغاني بوزارة الثقافة، الألبوم اللي فيه اللي اسمه جميلات الجزائر. جي فولي روندغ اوماج للمجاهدات والشهيدات نتاعنا الجزائريات. وكاين تاج الصحة اللي هي أغنية تحسيسية لسرطان الثدي للأخوات. والله محبة، الله محبة أغنية للسلام للمحبة، بعيدة عن العرقية عن الطائفية عن يعني بعيدة عن كل الأشياء، البالوغيز الإنسان البشر كما هو. وتقول نحكيو عليها أكثر سيدة زكية بعدما نتابعها مع الجمهور الكريم. نتابع هذه الكليب الرائع والأغنية الجديدة لزكية محمد الله المحبة ونعود. يا
Yes, John. We've just detected an unusual movement from Sahara. A kind of energy and an animal. Let's find out a bit more. Keep in touch. دعوة لكل شعوب العالم من أجل السلام. الله محب. ونغني نفس الأغنية حياتي.
الوطنية يا شعوب الأرض محبة نورسها شمال الحرية عدالة والحق محبة. يعطيك الصحة الله المحبة جديد الفنانة زكية محمد، يعطيك الصحة على هذا العمل كلمة ولحنا. شكرا. وأيضا تصويرا هذه المنطقة ربما أثرية مهمة في تمام. المخرج وعمر قاسمي، الفكرة أنه نمشوا لطمن راست كانت فكرتي. طمن راست منطقة وكأنها يمين دور، مازال ما خدتش كأننا رانا نكتشفوها مجددا. اي طبعا لازم اكيد. حتى الفريق اللي عمل هذه اول مره في تاريخ مشى انوركا سيمفونيك افيك ان بيانو مشاو لاسكريم، يعني البيانو برك خدانا 3 ايام في الطريق الي 3 ايام غوتور، يعني 6 ايام باش وصل البيانو خدمنا بها عاودنا رجعنا. في الاول كان حلم، طبعا الحلم هذا حققته مع وزارة الثقافة، مع كل الناس اللي واقفين في وزارة الثقافة. بديته مع مدام نادية العبيدي وكملته مع مسيو عز الدين مهوبي، نشكرهم لثقتهم فينا. نشكر كذلك مدام حنكور اللي وقفت معنا في خلال التسجيل والتصوير والإشراف اللي على التصوير وعلى الكليب اللي هو لاخك، اللي أعطونا كل التسهيلات وكل ما احتجنا إليه حتى يخرج هذا العمل. طبعا لانه لما تكون ثقه ويكون كاين دعم الا ما الانسان يبدع. اهم شيء انا عندي انه نقدم، انه نوصل كلمه سلام من هذا الوطن الطيب، من بلاد الوئام، من هذا البلاد الطيب، البلاد اللي طول عمرها معطاءه. من اهم شيء بالنسبه لي انه نظهر جمال بلادنا كذلك. لأنه والرسالة أعتقد بأنه زكية محمد وصلت بشكل، خصوصا عندما تكون بإحساس متدفق مثل هذا. يعطيك الصحة زكية محمد، ربما سأعود لك بكلمة أخرى زكية محمد فيما بعد. ربما السهرة طويلة والوقت أنت تحتاجين إلى أوقات طويلة، ولكن ربما كلمة للجمهور الجزائري الذي يحبك واللي شافك أيضا في تكريم وردة في قسنطينة قبل فترة وأعجب بهذه الأغنية اللي قدمتها تكريما لروح الفنانة الفقيدة وردة، يعني كلمة وأيضا حول مشاركتك في هذا التكريم. والله كانت مشاركتي في لوماج تاع وردة الله يرحمها، حاولت أني نحضر، حاولت أني نقدم. أنا بالنسبة لي أحلى ما غنت وردة هي أدعوك يا أملي، والحمد لله راكم شفتوا الجمهور والناس والصحافة. اللهم لك الحمد، يعني إلا ما الإنسان لما يتعب يعني يجني ثمرة نتاع التعب نتاعه. هي فنانة كبيرة وعظيمة جدا، وكل يعني قد ما قدمنا لها ما نقدروش نوفوها حقها. إسناد هذه المسؤولية ليا أنه أنا نغني ونفتتح مهرجان كذلك تكريم وردة ما كانش سهل بالنسبة لي. بلككم شفتوا فنانين أجانب كانوا خايفين ومرتبكين، وكان صابر باعي، كان يعني وائل جسار، كان محمد عساف، كانوا يعني بزاف فنانين كانوا موجودين، لكن التوفيق من عند الله. وأنا لما أغني الجزائر نغني بكل جوارحي، فما بالك لما نغني من بعيد واللي غنتها سيدة وردة. يعطيك الصحة سيدة زكية، دائما متألقة وكل عام وانت بخير. إن شاء الله حاب نقدم إهداء واحد برك لرياض حنكور اللي جاب الباك، حاب نقول له ألف مبروك ونشكر كل جمهوري في الولايات وين ما عملت لي كونسير ديالي. وقادة شكرا لك على هذه الجلسة الحلوة، وبالك توالف الكرسي. بديت نوالف والولف صعيب كما يقولوا. زكية محمد يعطيك الصحة، شكرا لقناة شروق، شكرا لعلي، شكرا لكل الناس، ميرسي ليلى أوسي، ميرسي، شكرا لكم. تابعوا جديد زكية محمد الله المحبة راح يكون
يعني الآن ممكن مشاهدته عبر المحطات الفضائية وموزع في كل العالم العربي، لأنها أغنية تخاطب الضمير قبل أما تخاطب جنسيات الدول والشعوب. زكية محمد دكتورة من سعيدة منى، يعطيكم الصحة، كل عام وانتم بخير. مشاهدينا الأعزاء مستمرون على الشروق، لا تغيروا المحطة. عيد فطر سعيد مجددا، فاصل قصير ونستقبل ضيوف جدد.